لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عيني أخيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. سيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفضح الإرهاب بأعلى صوت بأوضح كلمات. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض هو أول رئيس من ضمن قائمة الرؤساء المتواجدين في الرياض والذين زاد عددهم على أكثر من 50 قائد وزعيم. بيبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة الأولى بعد كلمة المضيف الملك سلمان بن عبد العزيز وكلمة الضيف الأساسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بيبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة الأولى وبأقصى أنواع النقد وبأقصى أنواع القدح وبكلمات واضحة لا تحتمل الجدل. الرئيس السيسي اليوم بيفضح الإرهاب وبيفضح الدول الداعمة للإرهاب في أقوى هجوم من رئيس دولة في مواجهة الإرهاب، إرهاب الدولة وإرهاب المنظمات وإرهاب أجهزة الاستخبارات. اليوم كان الرئيس صادقا مع نفسه كالعادة، لكن ربما هذه الكلمات التي انطلق بها لسان الرئيس السيسي اليوم أمام المجتمعون في الرياض كانت بمثابة صياط وكرابيج سيساوية إلى كل هؤلاء الذين يختبئون وراء عبارات دبلوماسية. اليوم وضع الرئيس النقاط على الحروف. لقد استمع العالم كله إلى كلمة الرئيس السيسي وهو يقول دعوني أكون معكم أكثر صراحة، أحدثكم بكل صراحة، القضية ليست قضية إرهابيين وإنما القضية قضية من يأوي ويدرب ويدعم ويمول ويخطط ويعالج الإرهابيين. القضية قضية دول مارقة بتدعم الإرهابيين. الرئيس اليوم لم يختبئ كعادته ولم يخشى كعادته من أي ردود أفعال. نحن نتحدث والعالم كله قد رأى هذه الكلمة عندما وقف الرئيس وقال بأعلى صوت إن مواجهة خطر الإرهاب واستئصاله من جذوره تتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية. وهنا يكون السؤال الحقيقي الذي يحتاج لمعالجة جادة وصريحة هو كيف يمكن تفعيل هذه المقاربة الشاملة على أرض الواقع ووفق أي أساس؟ ولتسمحوا لي هكذا يقول الرئيس أن أطرح 4 عناصر ضرورية في ذلك السياق. أولا إن الحديث عن التصدي للإرهاب على نحو شامل يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز. أول نقطة بيضع الرئيس يده عليها هو النفاق العالمي. الرئيس عندما يتحدث عن اللي عايز يواجه الإرهاب يواجه كل الإرهاب، اللي عايز يواجه المنظمات الإرهابية يواجه كل المنظمات الإرهابية دون تمييز ودون استبقاء منظمة دون منظمة. الكلام كان واضح بيتحدث للجميع على أنه إذا كنا صادقين وجادين في الحرب على الإرهاب علينا جميعا أن نتعامل مع كل المنظمات على قدم المساواة. الرئيس كان واضح تماما لأنه هناك دول بتأوي مجموعة من المنظمات لتحقيق بعض الأهداف السياسية. الرئيس وضع النقاط، أول معيار أن يتم التعامل مع المنظمات الإرهابية على قدم المساواة.
فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم، تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني. ومن هنا فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرح عمليات واحد دون آخر، وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات. وفي هذا السياق تعلمون جميعا أن مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، نحقق فيها انتصارات مستمرة وتقدما مضطردا، نحرص على ضبط وتيرته ونطاقه بحيث يتم استئصال الإرهاب بأقل خسائر ممكنة. العنصر الثاني كما يقول الرئيس هو أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعني بالضرورة مواجهة كافة أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي. دعوني وهنا بين قوسين، أخطر ما قال الرئيس السيسي اليوم وأوضح ما قال الرئيس السيسي اليوم وأشجع وأجرأ ما قال رئيس على الإطلاق. قال إيه؟ دعوني أتحدث بصراحة وأسأل، أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية للتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ من الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول مثلا؟ من الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟ إن كل من يقوم بذلك هو شريك أصيل في الإرهاب، فهناك بكل أسف دولا تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم. نقطة، أظن مفيش أوضح من هذا الكلام. الرئيس بيتهم في حضور أكثر من 50 زعيم وفي حضور الرئيس الأمريكي، بيتهم دول معينة، دول محددة بتمويل الإرهاب. نفسر الكلام؟ نفسر الكلام. مين اللي حاطط إيده على بترول؟ البترول فين أول؟ بترول في ليبيا. البترول فين ثانيا؟ في العراق. البترول فين ثالثا؟ في سوريا. مين حاطط إيده على هذا البترول وهذه المواقع؟ تنظيم داعش في سوريا وفي العراق والإخوان المسلمين المتواجدين في ليبيا. مين اللي بيشتري البترول في العراق وسوريا؟ من داعش، تركيا. أفسر ما قاله فخامة الرئيس اليوم. يبقى عندي العراق وسوريا البترول المسلوب من أبناء الشعبين العراقي والسوري، مين اللي حاطط عليهم؟ تنظيم داعش والنصرة وخلافه. مين اللي بيشتري منهم البترول؟ تركيا بتشتري البترول ب 20 دولار للبرميل و 30 دولار زي مين ما قال؟ زي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أوضح إنه عنده معلومات استخباراتية بصور فضائية إنه ناقلات النفط بتخرج من العراق ومن سوريا إلى الأراضي التركية. يبقى تركيا مين اللي بيدير منظومة نقل البترول من سوريا والعراق إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي؟ اثنين، بلال ابن رجب طيب أردوغان وابن بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي. البترول العراقي والبترول السوري بيتم شراؤه من تنظيم داعش عبر وسيط اللي هو ابن أردوغان وابن رئيس وزرائه للدولة التركية. يبقى مين اللي بيمول؟ مين اللي بيمول داعش والنصرة؟ الأموال التركية. طيب في ليبيا مين اللي حاطط إيده على أبار النفط؟ فجر ليبيا وفجر ليبيا والتنظيمات الإخوانية والمشايخ الفتنة المتواجدين داخل ليبيا ومفتي ليبيا معاهم، والأمور في ليبيا واضحة تماما. مين اللي حاطط إيده على أبار النفط؟
الإخوان. مين اللي بيشتري منهم النفط؟ تركيا عبر قطر، كوريا عبر قطر. أكتر من دولة تم ضبط أكثر من ناقل البترول على الحدود الساحلية في ليبيا كانت متوجهة بيشتروا البرميل البترول ب 20-30 دولار. يبقى الدولارات رايحة فين؟ بيتم ضخها للتنظيمات الإرهابية. ده تمويل ولا مش تمويل؟ وسرقة أموال الشعب ولا مش سرقة أموال؟ الكلام اللي بحكيه مش كلام أنا بقوله زي إن في ناس كتير ما بتكلم أهو كلامه خلاص، لا، كلام دقيق بمعلومات دقيقة. النهاردة الرئيس قال بكلام واضح، وإحنا قلنا قبل كده هذا الكلام مرارا وتكرارا، وكل واقعة بنتكلم عليها. لأن في ناس بتتكلم بتقول أنتوا بس ما راكوش غير الهجوم على تركيا وقطر. لا، لأن تركيا وقطر دولتان مارقتان، دولتان ليس لهما علاج، دولتان أنا أتصور أنه الرئيس كان فقط يعني ربما من أجل عدم حدوث أزمة دبلوماسية كان يمكن أن يسمي الدولتين. قطر التي تأوي الإرهابيين وتمول الإرهابيين، وتم ضبط أكثر من طائرة قطرية متوجهة إلى الأراضي الليبية بها مقاتلين مرتزقة وبها ملايين الدولارات، وفي نفس التوقيت بتقوم بدور وسيط غير نزيه بين تركيا، بين تجار النفط وبين التنظيمات الإرهابية. يبقى الدول الداعمة للإرهاب قطر وتركيا لا خلاف على ذلك في كل الأعراف ووفق كل المذاهب ووفق كل الأقوال. تعالوا نروح نشوف الرئيس السيسي قال إيه في النقطة تحديدا، لأن هذا الكلام كلام من ذهب وسوف نستخدمه وسوف نقف عنده كثيرا كثيرا خلال الفترات القادمة. العنصر الثاني هو أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعني بالضرورة مواجهة كافة أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي. ودعوني أتحدث بصراحة وأسأل، أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ من الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول مثلا؟ من الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف توفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعاية للتنظيمات الإرهابية؟ إن كل من يقوم بذلك هو شريك أصيل في الإرهاب. فهناك بكل أسف دول تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم، كما أن هناك دولا تاب أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد، قواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب حتى مع الإنتربول. يعني لما أقول قطر ولما أقول تركيا مش هقف، لأنه هيبقى معلومات منقوصة في دول أخرى بتأوي وتدعم الإرهاب. بريطانيا هي الدولة الأخطر في العالم في احتضان الإرهابيين من حيث الجذور والبذور. بريطانيا التي صنعت وأسست ودعمت وأنشأت جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، وزرعت إسرائيل من ناحية أخرى. في كل مناسبة سوف أكرر على الناس تستمع، على كل من ينسى يتذكر، أنعش ذاكرة الناس بأنه لا تنسوا أن بريطانيا، لندن، المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى هي التي أنشأت دولة إسرائيل، هي التي أعطت وعد بلفور للإسرائيليين، وهي التي أنشأت جماعة الإخوان المسلمين. التاريخ لا يكذب، التاريخ لا يزيف. من الذي أنشأ جماعة الإخوان المسلمين ودعمها بالمال والسلاح والمعلومات؟ هي بريطانيا. إذن بريطانيا حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، بتأوي بين جنباتها أئمة الإرهاب في العالم، قادة الإرهاب في العالم متواجدين في بريطانيا. مصر اللي بتحارب الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة. رئيس مصر عندما كان في بريطانيا أرادت بريطانيا بإرسال رسائل سلبية
والرجل هناك في لندن من خلال إيقاف رحلات الجوية إلى مصر بحجة عدم الأمان. صفاقة سياسية ما بعدها صفاقة. ونجد هنا السفير البريطاني يتجول بحرية في شوارع القاهرة ويرسل برسائل بأنه دولة راقية، لكن أقول له يا سعادة السفير ارجع إلى بلادك وقل لهم أن الشعب المصري لن ينسى أن بريطانيا هي التي أسست جماعة الإخوان المسلمين ولم تتبرأ منها حتى الآن. على الشعب البريطاني والدولة البريطانية والتاج البريطاني أن يعتذر للعالم على صنع يديه في نقطتين. النقطة الأولى إنشاء جماعة الإخوان المسلمين وكل ما ترتب على إنشاء هذه الجماعة من دم وقتل وتخريب وإرهاب في العالم مسؤولية البريطانيين، وعلى بريطانيا أن تعتذر عن هذا الفعل. اثنين، على بريطانيا والتاج البريطاني أن تعتذر لأحرار العالم وللشعب الفلسطيني على هذا الوعد المشؤوم، وعد بلفور وإنشاء وزرع الكتلة السرطانية في الجسد العربي الطاهر وهي دولة إسرائيل. يبقى بريطانيا دولة مش راعية مؤسسة للإرهاب. وهناك دول أوروبية كثيرة، لكن الدول التي لا خلاف عليها الآن هي قطر وتركيا وبريطانيا. تعالوا نشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته النهار تاني. إن الحديث عن التصدي للإرهاب على نحو شامل يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين. فالتنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم، تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني. الرئيس السيسي تحدث وقال أنه العنصر الثالث في العناصر الأربعة والمحاور الأربعة الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب. تحدث عن تجربة مصر وقال أنه القضاء على قدرة التنظيمات وقدرة التنظيمات على تجديد المقاتلين الجنود من خلال مواجهة شاملة على المستويين الأيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية. المحور الرابع اللي تحدث فيه الرئيس لا مفر من الاعتراف بأن الشرط الضروري الذي يوفر البيئة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية هو تفكيك وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الوطنية في منطقتنا العربية، وليس بخاف عليكم. هكذا يقول الرئيس: أننا واجهنا في الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة وممولة تمويلا واسعا لتفكيك مؤسسات دولنا في المنطقة. كان كلام واضح جدا، معروف مين بيدفع ايه لمين عشان يعمل ايه، واضح الكلام وبنقول وبنزيد. والمدهش والشيء العجيب والشيء الغريب أن هناك حتى الآن من لا يستطيع أن يصدق ما يجري من مؤامرات حولنا وبيننا ووسطنا للإيقاع بالدولة المصرية. الرئيس تحدث وقال: خلال السنوات القليلة الماضية قدمت مصر نموذجا تاريخيا لاستعادة مؤسسات دولتها الوطنية بشكل سلمي وحضاري عن طريق تفعيل الإرادة الشعبية الجارفة التي رفضت جميع محاولات اختطاف الدولة المصرية العريقة وتجريف هويتها الوطنية التي تشكلت على مدار زمان طويل بطول تاريخ مصر الراسخة عبر الزمن. الرئيس تحدث بشكل واضح وقال: دعوني أكون أكثر صراحة، إن جهودنا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه لا يمكن أن يكتب لها نجاح وتصبح واقعا ملموسا إلا من خلال إيه يا ريس؟ إلا من خلال تسوية القضية الفلسطينية. تسوية القضية الفلسطينية عن طريق حل عادل اللي هو حل الدولتين واحترام المواثيق الدولية. يبقى احنا بنتكلم الأول على الدول الرائعة، يعني إيه إرهاب؟ الدول الراعية للإرهاب، الدول الممولة للإرهاب، تجربة مصر في الحرب على الإرهاب، مخططات الإرهاب، ثم الحل الحقيقي وتفويت الفرصة على الإرهابيين هو حلحلة القضية الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان بيتحدث حديث لا تنقصه أي قدر من الصراحة، لا ينقصه أي قدر من الصراحة. أقوى كلمة لرئيس خلال الأعوام الماضية في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمية دون أي اعتبار
لأي شيء إلا الحقيقة. الرئيس كان اليوم منحازا للحق والعدل والحق والحقيقة. كلمات صارمة وصادمة للبعض. قطر، قطر هذه الدويلة التي تمثل ورما سرطانيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كشف الغطاء وكشف، يعني نزع ورقة التوت من فوق عورة هؤلاء. كان هؤلاء يختبئوا وراء وريقات، يختبئوا وراءها من أجل محاولة الحفاظ على شكلهم. الرئيس اليوم نزع ورقة التوت من حول عورة قطر وعورة تركيا وآخرين. من يفهم؟ من فهم؟ من لديه استعداد أن يفهم؟ الإرهاب المتواجد الآن، تفجير كنايس، قتل ضباط شرطة، قتل ضباط جيش، تفجير هنا تفجير هناك، المنبت واحد، الأصل واحد. على الأصل دور، أصل ومنبت الإرهاب أبدا مش مصر، أبدا مش الأزهر، أبدا مش السعودية، أبدا مش كل الدول دي. بريطانيا هي التي خططت لإنشاء هذا الورم السرطاني، وكأنها حرب بيولوجية، كأن التكاثر الذي جرى في المنطقة وتم وجود أكثر من كيان منبثق من الكيان الأم. أنا أتصور أنه لا بد من محاكمة تاريخية، لابد أن يكون هناك تدشين لمحاكمة تاريخية لمن صنع الإرهاب، لمن أسس الإرهاب، لمن مول الإرهاب منذ البدايات وحتى الآن. زي النهاردة الرئيس ما اتكلم، عايزين نستمر في المواجهة الكاشفة والفاضحة على الدوام. الخط العام، الخط العام لكل صاحب خلق وكل صاحب وطنية هو ألا يخاف ولا يخشى في الله وفي الوطن لومة لائم. هذا الكلام ربما لا يعجب البعض، طز. هذا الكلام ربما لا يلقى رواج لدى البعض، مش مهم. هذا الكلام ربما بيجد حالة من حالات الاشمئزاز من البعض، ما تفرقش كتير، لأن القضية قضية حق. طالما أنت مؤمن بأن ما تقوله حق مفيش مشكلة. والقضية قضية مين؟ مش قضيتي، مش قضية برنامجي ولا قناتي، قضية بلدي، قضية وطن. الوطن لن يهدأ هؤلاء إلا بإسقاط هذا الوطن، لكن هيهات هيهات، أبدا لن يسقط ولن يسقط، لكن مش بالهدوء، مش بالدعاء، مش بالنوم، مش بالخنوع، مش بالاستيعاب. الحفاظ على الأوطان محتاج رجال. الرجال بيبدأوا بالكلمة، والكلمة أمانة. وكما قلت وأقول أن شرف الله والكلمة، شرف الوطنية هي الكلمة. بالكلمة نستطيع أن ننقذ أمة. علينا ألا نخاف، ونقول أننا نواجه الإرهاب بشكل ممنهج، بشكل حقيقي. نواجه الإرهاب بتقديم البديل التنويري، مفيش خوف. اوعى حد يخاف من سطوة من ينتسبون زورا وبهتانا إلى فئة رجال الدين. عموما الدين الإسلامي لم يعرف أبدا كهنوتا، الدين الإسلامي لم يعرف ظاهرة تسمى رجال الدين. مفيش عندي رجال الدين، أنا في عندي سلوك، عندي ناس بيحملوا أفكار. أفكار والله، أنت حضرتك متدين، وريني في سلوكك. أنت بتعرف ربنا، خلينا أشوف عملك. مليش دعوة ولا بأقوالك ولا بشكلك. إحنا بنقول بنواجه حرب ربما سوف يطول أمدها. ده بيخلينا نروح لكلمة الرئيس الأمريكي ترامب اللي بيزور المملكة، وعلى ضيافته كل هذا الكم، كل هذا العدد من الزعماء. الرجل كان في حالة انبهار وفي حالة دهشة من الاستقبال الحافل، الاستقبال المدهش، الاستقبال غير المسبوق. الرئيس الأمريكي ترامب تحدث في بداية حديثه حديث يثلج الصدور. عن مين؟ عن مصر. عن مصر مين؟ مصر أم الدنيا، رغم كيد الكائدين ولو كره الكارهون. مصر هي أم الدنيا، مصر أكبر دولة في المنطقة، مصر دولة كبيرة بجغرافيتها كبيرة، بتاريخها كبير، بناسها كبيرة، بمواقفها كبيرة. أبدا مصر لن تصغر، وأبدا مصر لن تخفت. النهاردة كان الرئيس المصري أول رئيس بيتكلم، اتكلم بوضوح. عايز أقول إنه
كلامه كان نقطة فارقة. مش بقول كلام عشان هو رئيسي، ومش بقول كلام عشان هو قناعاتي، ومش بقول كلام عشان هو اختياري، لا، بقول كلام من واقع تحليل ووضع الكلمات كل مفردة بجوار الأخرى لتشكل هذه الفكرة الواضحة الفاضحة لهؤلاء. الرئيس ترامب أشاد بالحضارة المصرية العريقة قائلا: مصر لديها حضارة كبيرة منذ ملايين السنين. وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلماته بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية: إن مصر بها عجائب الدنيا مثل أهرامات الجيزة التي تشهد على حضارة العظمى. وقال ترامب إن مصر كانت مركزا مزدهرا قبل آلاف السنين، وبها عجائب الجيزة والأقصر والإسكندرية، والكل فخور بها بهذا الإرث العظيم، والكل في أنحاء بلاد العالم يحلمون بزيارة أراضيها. الدنيا كلها بتحلم تيجي مصر، لكن في ناس من مصر مش عارفين قيمة مصر، وهي دي الإشكالية. الناس كلها بتحلم تبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تيجي تشوف النيل، تيجي تشوف الأهرام، تروح الأقصر، تروح الأسوان، تروح اسكندرية القديمة، تروح مصر القديمة، تروح الحي الإسلامي، تروح الحي القبطي، تروح الأديرة في وادي النطرون، تروح الأديرة في أسيوط، مسار العائلة المقدسة. مصر فيها خير، مصر فيها مكان للحج، مصر فيها مسارات الأنبياء، مصر دولة عظيمة، لكن احنا لا نقدر مصر قدرها. احنا في مصر لا نعطيها قدرها. وهؤلاء الخونة اللي موجودين منتسبين زورا وبهتانا لمصر، موجودين خارج مصر بيشتموا في مصر ليل ونهار، بقول تاني عليهم دول ولاد حرام. اللي بيشتموا مصر بلدهم أمهم وطنهم اللي شربوا منه وتولدوا عليه وتنفسوا هنا، بيشتموا مصر بره، دول مالهمش اسم تاني إلا إنهم ولاد حرام معروفين ومنبوذين في كل كتاب، ملعونين في كل كتاب. كل من يهاجم هذه الدولة، كل من يهاجم هذا الوطن، كل من يأتي على مصر العظيمة مصر الغالية هو ابن حرام قولا واحدا، ملعون في كل كتاب. الرئيس ترامب يتحدث بيقول الكلمات لا تكفي للتعبير عن عظمة السعودية. بيقول ترامب تشكيل اتحاد لحل أزمات الشرق الأوسط والعالم. بيقول مركز مكافحة الإرهاب يمثل إعلانا واضحا بأن على الدول الإسلامية أخذ الدور الريادي بمكافحة الإرهاب. ترامب بيقول القمة ستكون بداية للسلام في الشرق الأوسط. معظم ضحايا الإرهاب مدنيون، معظم ضحايا الإرهاب من المسلمين. ده كلام واضح، وده كلام لازم نقف عنده. هو الإرهاب مين الإرهابيين؟ منتسبين لمين؟ للإسلام. طيب مين اللي مات؟ مين الضحايا؟ مين اللي استشهد؟ مسلمين معظمهم. يبقى الناس دي بجد ناس دين؟ دول بيحاربوا على دين؟ طب هو في دين أصلا بيحض على القتل؟ طب هو في دين بيقبل القتل؟ طب هل هو في دين بيبيح ويجيز أن يكون هناك دم بين الناس؟ صدقوني، لا يوجد دين إلهي حقيقي نزل من السماء إلى الأرض به مقدار ذرة من كراهية الآخر. الدين حب، الدين تسامح. لا أريد أن أحول كلماتي إلى موعظة ودعوة، فأنا لست من رجال الموعظة ولا من الدعاء، لكنها من فيض اللحظة. ما يجري الآن في المنطقة هو للأسف المنطقة ضحية أفكار ملوثة. من صنع الأفكار الملوثة؟ من وفر لها القوالب؟ من وفر لها الملاذات الآمنة؟ أسئلة لابد وأن أكرر ويكرر غيري بوعي شديد، إنه ما يجري الآن هو من نتاج فعل دول معينة. الرئيس الأمريكي ترامب بيقول 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون. بيقول يجب محاسبة المنظمات الإرهابية ومن بينها، ده المفاجأة بقى النهاردة، المفاجأة، الرئيس الأمريكي ترامب يصنف داعش والقاعدة وحماس وحزب الله جماعات إرهابية. الجديد القاعدة وداعش معروفين، حزب الله بقى جماعة إرهابية النهاردة في المؤتمر بحضور كل الدول الإسلامية. حزب الله أصبح جماعة إرهابية. معنى الكلام ده إيه؟
معنى الكلام ده ان في كارثه في لبنان، لان لبنان حزب الله مؤثر في الحكومه وهو اللي بياخد تعليماته من ايران وهم اللي شكلوا جابوا رئيس الدوله ميشيل عون. ايه اللي هيحصل بعد تصنيف الولايات المتحده الامريكيه على لسان رئيسها ترامب بحضور كل الدول الاسلاميه وبالمناسبه بحضور سعد الحريري، اتصور كان موجود، ان حزب الله جماعه ارهابيه بيتبع هذا اجراءات وصراعات. ربما خلال الفترة القادمة نجد الكثير من التفاعلات السلبية داخل الأراضي اللبنانية. هل تم دراسة تداعيات تصنيف حزب الله جماعة إرهابية؟ وهل المملكة العربية السعودية سوف تصنف جميع حزب الله جماعة إرهابية؟ سوف نرى. من ناحية أخرى تصنيف حماس، شوفوا حماس من أسبوعين عملت إيه. حماس خلعت، لم يبقى إلا الملابس الداخلية وقد نزعتها حماس. حماس خلال وثيقة حماس الجديدة، دستور حماس الجديد الذي تعاملنا معه وناقشناه هنا في أكثر من مناسبة خلال أسبوعين ماضيين، خلعت حماس ملابسها قطعة قطعة ولم يبقى منها إلا الملابس الداخلية، نزعتها عن نفسها أيضا خلال هذا المؤتمر الذي انعقد في قطر على لسان أبو الوليد خالد مشعل. ورغم ذلك تم تصنيف حماس اليوم بأنها منظمة إرهابية. ماذا فاعل يا أبا مازن؟ مصالحة بين فتح وبين حماس وغزة والضفة وأبو مازن وأبو الوليد، ولا أبو مازن وإسماعيل هنية. النهاردة الرجل ترامب أعلن أن حماس منظمة إرهابية. هل كان هناك تنسيق واتفاق مسبق بين أبو مازن وبين ترامب في واشنطن حين التقاه لمدة ساعة بأن يتم تصنيف حماس كجماعة إرهابية؟ وما هو انعكاس ذلك على القضية الفلسطينية؟ وما هو انعكاسات ذلك على الوضع داخل غزة؟ وما هو انعكاسات ذلك على قضية الأسرى؟ وما هو انعكاسات ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية؟ أنا أطرح أسئلة لا أملك لها إجابات فيما يخص حركة حماس، فيما يخص حزب الله. لكن هل فاجأ ترامب عباس وفاجأ ترامب الزعماء المتواجدين من تصنيفه لحماس كجماعة إرهابية دون أن يعود إلى عباس؟ هذا سؤال جديد أو تساؤل جديد يحتاج إلى إجابة، وسوف تجيب الأيام على هذه التساؤلات. تحدث ترامب حديث كان بزاوية محددة وكنت أنتظر منه هذا الكلام، حينما قال إيران مسؤولة عن المآسي في المنطقة، الأسد باقي بمنصبه بسبب الدعم الإيراني، إيران مسؤولة عن المآسي في المنطقة، إيران مسؤولة عن المآسي في المنطقة، إيران مسؤولة عن الإرهاب في سوريا والعراق واليمن. قال ترامب ما كان ينتظره قارة دول الخليج، بأن إيران هي المسؤولة عن كل ما يجري في المنطقة، بأن إيران قد نثرت وبذرت بذور الفتنة الطائفية في المنطقة. كان حديث ترامب اليوم شق مجاملات وشق كان في تقديري بيغوص في أعماق المشكلة، وأنا أنتظر إن كان الرجل جدي فيما يقول في تصنيف حماس وحزب الله من ناحية وإلقاء التبعة والتهمة والمسؤولية على إيران وحدها في أنها هي التي سممت المنطقة، أنا أتصور أن هذا يتبعه منهج سياسي وقرارات سياسية ربما بتغير الخريطة في المنطقة. أنا أستدعي كلمة لزميلي عمرو عبد الحميد قبل الهوى، قال لي نحن نعيش الآن مرحلة رسم الخريطة السياسية من جديد. الآن هذه الساعات هذه الدقائق نحن ربما محظوظون بأننا نرى ونشاهد على الهواء مباشرة رسم خريطة سياسية وإقليمية جديدة تدور الآن بين أيدينا ونتابعها على مدار الساعة. الكلمات التي قيلت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي من مهاجمة واتهام دول محددة بالإرهاب قطعا سيغير الخريطة، قطعا الازدواجية في موقف قطر وتركيا أصبح وبات مفضوحا. 2 دور البريطاني أيضا بات مفضوحا. 3 كلمات ترامب فيما يخص حماس وحزب الله محتاج تغيير في الخريطة الإقليمية خلال الفترة الحالية. ثانيا مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية
بعد الاتفاق النووي الايراني، نجاح حسن روحاني وكلمات ترامب. حط كل الصور اللي بنقولها بجوار بعضها البعض، نحطهم جنب بعض عشان تبان الصوره الكليه. ايه اللي هيحصل؟ هو ايه اللي بيحصل؟ عايزين ننتبه. العالم بيتحرك، الناس بتتفرج في وسائل الاعلام على القمه في السعوديه، والرئيس موجود، حضر ما حضرش، لا اتكلم ما اتكلمش، من الاول من الاخر الصوره، القهوه مرات ترامب بنت ترامب. الناس مش واخدين بالهم مما يجري، الناس بيبصوا على الصوره، بيبصوا على توافه الامور. الناس، معظم الناس بينقلوا وبيتابعوا في وسائل الاعلام كلمات ونميمه سياسيه هنا وهناك عبر المواقع وعبر التويتات وعبر تغريدات وعبر الفيسبوك وعبر فضائيات مسطحه. محدش بيغوص في اعماق ما يجري، اعماق ما يجري هو في غايه الخطوره، ما يجري ان لقطه من سجلات التاريخ سوف يعاهها التاريخ ولن تمر مرور الكرام. نحن نحاول ان نغوص، ليست في الطبعه الاولى، كله بيكتب، ترامب يقول وسيسي يقول وسلمان يقول، لكن هذا وسائل الاعلام بتنقل ما قيل، بتنقل ما جرى، طبعه اولى وطبعه ثانيه وطبعه ثالثه. اين الطبعه الرابعه؟ ما لم يتم قوله، ما لم يتم التصريح به. نحاول ان نغوص فيما يجري بين السطور. انا اقول انه ما يجري الان وبحق هو اكبر حجر يتم إلقاؤه في هذه البحيرة الآثنة، البحيرة الراكدة، البحيرة التي ربما تعفنت على مدار سنوات من هذه الأفعال من هنا ومن هناك. لا ننسى أن كل ما جرى اليوم لم يتم ذكر دولة إسرائيل إلا على استحياء حينما تم ذكر القضية الفلسطينية. ما يجري الآن إعادة تسطير مسطرة وقلم وعمل نرسم ونقطع ونوزع ونقسم ما هو مقسم ونفتت ما هو مفتت. اللي بيحصل دلوقتي في تقديري إما أن نستثمره ونستغله ونستفيد، وإما أن ندير له ظهورنا ثم نخسر ونخسر ونخسر. السياسة الآن يا سادة لم تعد خطب رنانة، السياسة الآن لم تعد ابتسامات هنا وهناك، السياسة مصالح، لغة المصالح بتفرض نفسها الآن. وأنا أدعي عن يقين بأن الإدارة المصرية الحالية، وأنا أحب أن أستخدم لفظ ومصطلح الإدارة المصرية بديلا عن النظام المصري، الإدارة المصرية الحالية لديها وعي كامل بكل هذه الأمور التي تدور، تدور هنا وتدار هناك، لديها وعي وتواجد كامل. فقط أقول للمواطن المصري كلمة أحاسب عليها أمام الله وأمام التاريخ: ثقوا في قيادتكم، وليس كل ما يعرف يقال. ثقوا في قيادتكم وأحسنوا الظن بها، فهي تفعل بوعي وتتحرك بوعي وتتصرف بوطنية وتتحرك بإخلاص. كل ما جرى ربما لا نعرف أو لا يعرف الكثيرون منه إلا ما ظهر منه على السطح. من ترامب إلى الملك السعودي الكبير الملك سلمان بن عبد العزيز، ماذا قال سلمان اليوم؟ تحدث بكلمات غير مسبوقة عن دور إيران في المنطقة. ماذا قال؟ قال: الشعوب والدول، قال الملك سلمان: النظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني في 79 وحتى اليوم، وإننا في هذه الدولة على السعودية منذ 300 عام، ثلاثة قرون، لم نعرف إرهابا أو تطرفا حتى أطلقت ثورة الخميني أطلت ثورة الخميني برأسها عام 1979. لقد رفضت إيران مبادرات حسن الجوار التي قدمتها دولنا بحسن نية، واستبدلت ذلك بالأطماع التوسعية والممارسات الإجرامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط، ومخالفة مبادئ حسن الجوار والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وقد ظن النظام في إيران أن صمتنا ضعفا وحكمتنا تراجعا حتى فاض بنا الكيل من ممارساته العدوانية وتدخلاته كما شاهدنا في اليمن وغيرها من دول المنطقة. نقول ذلك ونحن نؤكد في الوقت ذاته على ما يحظى به الشعب الإيراني لدينا من التقدير والاحترام، فنحن لا نأخذ شعبا بجريرة نظامه،
لقد عانت المملكة العربية السعودية والمنطقة طويلا من جراء الإرهاب. إذن كلمات واضحة أن إيران هي سبب ما يجري في المنطقة على لسان مين؟ الملك سلمان ابن عبد العزيز. ورغم ذلك الملك سلمان بيترك الباب مفتوحا، بيقول بأن علاقة السعودية والشعب الإيراني يجب أن تكون علاقة لا تشوبها شائبة، ولا يجب أن نأخذ الشعب الإيراني بجريرة النظام الإيراني. بيقول الملك سلمان: اليوم أنجزنا اتفاقا تاريخيا مع الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ إجراءات صارمة لاستهداف تمويل الإرهاب، وذلك بتأسيس مركز في مدينة الرياض لاستهداف تمويل الإرهاب، ونتطلع إلى انضمام المزيد من الدول إلى المركز. إحنا أول ناس مع المركز. مركز بيعمل إيه المركز؟ بيواجه تمويل الإرهاب. يلا اللي عارف حد بيمول إرهاب، المركز ده هو المسؤول. أنا بقول يا أيها المركز، قطر أول دولة بتمول إرهاب. يا أيها المركز، تركيا بتمول إرهاب. يا أيها المركز والقائمون على المركز، بريطانيا أول دولة داعمة للإرهاب. نبدأ عليهم، نبدأ بيهم. الرصيد اللي يبدأ به المركز دول موجودة. أنا أعتقد أن قطر كده بتعيش أسوأ مرحلة في تاريخها، وأقول لكم ليه دلوقتي. لكن كمل كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز، وبيقول: في استمرار حربنا ضد الإرهاب نؤكد عزمنا في القضاء على تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية أيا كان دينها أو مذهبها أو فكرها، وهو ما دعانا جميعا إلى تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في خطوة رائدة لمحاصرة الإرهاب. إن الإرهاب نتيجة لتطرف، وفي ظل الحاجة لمواجهته نعلن اليوم إطلاق المركز العالمي لمكافحة التطرف، الذي يهدف لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال ومواجهة التغرير بالصغار وتحصين الدول من هذه التنظيمات. يبقى احنا في الشوية اللي فاتوا دول اتكلمنا على الكلمة الدستور، الكلمة الميثاق، الكلمة الصريحة، الكلمة الصارمة، الكلمة الصادمة، كلمة الرئيس السيسي اليوم وهو يتحدث عن الإرهاب، يتحدث عن حل القضية الفلسطينية، ثم ترامب الذي أخذ يعني يتحدث عن مصر مغازلا وشارحا أن هذه الدولة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ تستحق الزيارة، والعالم فخور بأن هناك دولة على وجه الأرض تسمى مصر هي أم الدنيا. والملك سلمان بن عبد العزيز بيتحدث عن إطلاق مركز إقليمي لمواجهة الإرهاب ودعم الإرهاب لمواجهة دعم الإرهاب، بيتحدث عن الدور الإيراني مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدور الإيراني، وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدور الإيراني المسموم في المنطقة. المنطقة بتتغير والخريطة بتتغير، لكن تعالوا نشوف. هو احنا بنتكلم في الهواء ولا ايه؟ عملوا القطر وقطر وتركيا ومش تركيا. قطر بقى اخيرا حست بالخطر. قطر بتعيش في خطر. طلعوا بسرعة بيان قالوا: والله احنا مظلومين، والله احنا ناس كويسين، وفي ناس بتحقد علينا وبيزجوا باسمنا في دعم الإرهاب على غير الحقيقة. طلعوا بيان النهاردة قطر، بيان شديد اللهجة. قالت الحكومة القطرية إن البلاد استهدفت عمدا قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بدأت السبت فيه إلى المنطقة، معتبرة أنها ضحية حملة إعلامية منظمة تتهمها بالتعاطف مع الإرهاب. وقالت قطر أن ما يقال هو مغالطات وافتراءات عارية من الصحة وخاطئة كليا. يكاد يقول للمريبون خدوني. قطر بتدافع عن نفسها، بتقول والله العظيم احنا مش ارهابيين. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوفهم ارهابيين ولا مش ارهابيين. بدأت
قطر تشعر بالخوف، بدأت قطر تشعر بالرعب، بدأت قطر تشعر بأن الأمور باتت تضيق حول رقبتها، وباتت الأمور مكشوفة ومفضوحة على الدور القطري سواء في ليبيا أو في العراق أو في سوريا أو في السودان أو في مصر. باتت الأمور واضحة، المقالات والصحافة الأمريكية ومراكز البحوث الأمريكية بدأت تهاجم قطر وبالأسماء، وأسماء متورطين قطريين من الأسرة الحاكمة آل ثان بيمولوا الإرهاب بشكل واضح وفقا لمراكز أبحاث. وإحنا قلنا في هذا المكان من قبل أسماء لست عريضة ربما تصل إلى 20 شخصية بالاسم قطري بيمول الإرهاب وبيساعد وبالمبالغ. فالقطريين بيتحدثوا بتابع البيان اللي صدر إنه ما تضمنته هذه المقالات من مزاعم مجرد آراء ومغالطات وافتراءات عارية من الصحة وخاطئة كليا، مضيفا أن هذه الحملة الممنهجة والمغرضة ضد دولة قطر لها أسبابها المعروفة والمفهومة، لذا تم نشر هذه المقالات قبل زيارة ترامب. أنا نفسي أعرف بيلمع على إيه البيان، بيلمع على إيه؟ بيقول إنه أنا مستهدف كدولة قطر قبل زيارة ترامب. أنتوا عارفين هو قطر بتشعر بحالة غيرة غير مسبوقة من المملكة العربية السعودية. قطر بتشعر أن كل استثماراتها السياسية ورهاناتها السياسية خاسرة 100%. قطر بتعيش مرحلة ما قبل الانهيار، مرحلة ما قبل السقوط، وهي مرحلة افتضاح الأمر. افتضحت قطر وافتضح أمر قطر أمام العالم كله. ممارسات قطر وحكومة قطر وأمير قطر أنا أتصور إنها واضحة للعيان. المصريين الخونة اللي موجودين في قطر والمصريين الأخون منهم اللي موجودين في إسطنبول بياخدوا من مين فلوس؟ بياخدوا من قطر. آخر كلمة قطر قالتها: هذه الأفعال والجهود للمساس بسمعة دولة خليجية غنية بالطاقة. خدوا بالكم، أنتوا بتشتموا دولة غنية بالطاقة، يعني إيه؟ أنا برضو مش قادر أفهم البيان الغبي اللي خرج عن دولة قطر الغبية الغنية بالطاقة، لكنها دولة غبية، دولة بلا تاريخ، دولة بلا جغرافيا، دولة بلا مستقبل، دولة افتضح أمرها وانتهى الأمر. تاني بقول إنه على مجلس التعاون الخليجي أن يتطهر من وجود هذه الدويلة بين دوله المحترمة. الجامعة العربية عليها أن تكون جريئة أو أكثر جراءة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد دولة عربية بتمارس الإرهاب وبتدعم الإرهاب. ندائي ودعوتي إلى مجلس التعاون الخليجي من ناحية، والجامعة العربية من ناحية أخرى، أن تتخذ إجراءات صارمة. أتمنى أن أجد مقعد قطر في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون الخليجي خالي حتى يتم تأديب هؤلاء الداعمين للإرهاب من أول الأمير إلى أصغر وزير ومسؤول في دولة قطر. مع أستدعي كلمة الملك سلمان، مع احترامي لكل أبناء الشعب القطري. محمد جواد ظريف، الرجل الظريف، وزير خارجية إيران، بيقول على ترامب أن يبحث مع السعودية سبل تفادي تكرار هجمات 11 سبتمبر. بيلقح زي النسوان. الراجل جواد ظريف هو راجل ظريف جدا، وزير خارجية إيران، بيقول وأنت قاعد مع الملك سلمان اتكلموا بقى إنه مش عايزين تجربة أو أحداث هجمات 11 سبتمبر تتكرر تاني. بيرمي على أساس إنه كان من بين الناس اللي قاموا بالأحداث سعوديين حوالي 10. فبيقول يعني أنتوا عمالين تكلموا على إيران وإرهاب، طب ما تكلموا الأول على كذا. هو لا يدري أن ما تم الحديث عنه موثق بمعلومات عن دور إيران الخبيث، دور إيران الحقيقي في محاولة الإيقاع بالمنطقة وبدول المنطقة والزج بالمنطقة إلى آتون حرب مذهبية. اوعوا تصدقوا إنه في حد يقول لك ده بيتكلموا علشان خاطر دول الخليج. لا، الصراع المذهبي اللي إيران زرعته موجود في أدبياتهم. والله العظيم إيران لما نيجي نشوف، احنا مش عايزين نخش في مشاكل مع إيران،
كدولة مصرية، لكن قلنا إنه إحنا مشاكلنا مع إيران هي مشاكل منبثقة من مشاكل إيران مع الدول الخليجية. لكن الإيرانيين والمنظرين والفقهاء الإيرانيين مؤمنين يقيناً كصفويين بأنه لا مستقبل لإيران إلا على جماجم دول الخليج. طب تعالوا نشوف شيوخ إيران وفقهاء إيران بيقولوا إيه. تعالوا نبص بصة كده، نفتح الملف الإيراني خلال الفترة اللي جاية، نشوف العجب. تعالوا نروح نشوف إيه اللي عمل. المعركة معركة الأحزاب أمس بدت على شيعة اليمن. سيهزم الجمع، انتظروا شوفوا عاقبتكم ايش راح تصير. عاصفة الحزم ان شاء الله، عاصفة الهزم والهزيمة ان شاء الله تعالى. اقول للحكومة في داخل المملكة اترك حزب الله وشأنه، فانه طور نفسه حتى هزم اسرائيل، واترك الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشأنها، واترك اليمن وسوريا وليبيا والبحرين وشأنهم، وكل يعمل على شاكلته. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله، سنقضي إن شاء الله على كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. إذا الإمام المعصوم هسه بالهند وراد يقاتل العراق فأنا أصير ويا الهند. إذا الإمام المعصوم صار ويا أمريكا وراد يقاتل العراق أنا أصير ويا أمريكا. إذا الإمام المعصوم صار ويا إسرائيل وقاتل العراق أنا قانوني أنه مع المعصوم. النهاردة الصحافة تحدثت عن زيارة ترامب، في الأستاذ مكرم محمد أحمد قال ترامب والقضية الفلسطينية، وبيقول ربما يكون من الصعوبة بمكان التكهن بمصير محاولات ترامب لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، لكن من المهم أن يترك العرب إفشال مهمة الرئيس الأمريكي الجانب الإسرائيلي. محمود الكردوزي تحدث عن ترامب والسعودية، بيقول الدولة الوحيدة التي تكافح الإرهاب بصدق هي مصر. وتحدث في الشروق فهمي هويدي وقال درس للرئيس ترامب، وبيحاول فيه أن يقوم بمقاربة ومقارنة بين موقف الرئيس الأمريكي والرئيس المصري، لكن فهمي هويدي له قصة سوف نتحدث عن فهمي هويدي قبل وبعد. آخر حاجة جنود مصر وأجندة ترامب، ده مرسي عطلة ومصطفى السعيد، ترامب يواجه العزل أو الصدام مع روسيا. في صحافة الغد عند الصفحة الأولى من جريدة الدستور بيقول السيسي يواجه العالم بخمسة أسئلة اللي قلناهم في الأول. صحافة بكرة جريدة الدستور بتقول السيسي يواجه العالم بخمسة أسئلة، الرئيس وترامب يستكملان المعركة مع الإرهاب من القاهرة. إذن من الصفحة الأولى في جريدة الدستور بنرى أنه هناك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي القاهرة لاستكمال الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المرحلة القادمة. دمتم في أمان الله، نراكم غدا على خير.